56 سنة تمر على استقلال الجزائر. جزائر حلم بها الشهداء، ضحوا لأجلها بالنفس والنفيس ورحلوا قبل أن يروها، لنحياها اليوم بتطورها بإنجازاتها وننعم بأمنها واستقرارها في ظل واقع عالمي تحلم فيه الكثير من الشعوب بذرة أمن. فطالت بقاع التدخل والتهجير واللجوء ووسم الاستقرار يوميات العديد من الدول بعد أن فرضت التغييرات والترتيبات والمصالح الدولية استعمارا جديدا تعددت أوجهه. فأن تثبت المواقف لصالح وحدة وسيادة الشعوب تساوم على الاستقرار عبر أجندات تخطتها الجزائر بفضل سياسة حكيمة لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، أنقذتها بالأمس من جحيم واحدة من أعقد الأزمات الأمنية والسياسية، وتحصنها اليوم من كافة محاولات ضرب الأمن والاستقرار التي تستهدف حدودنا عبر مخططات الإرهاب والجريمة المنظمة. منورات لزعزعة الجبهة الاجتماعية لم تسلم منها حتى هويتنا وثقافتنا، لتتفوق جرأة وشجاعة القرار على كل المحاولات حين رسخ الرئيس بوتفليقة مرة أخرى للتصالح مع الذات والهوية. سيادة القرار أيضا تصنعها اليوم سيادة الاقتصاد. رغم الأزمة النفطية العاصفة، حنكة التسيير والتدبير أبقت ورشات الإنجاز مفتوحة لتستمر مشاريع البناء والتشييد التي أطلقتها الجزائر في السنوات الأخيرة، ورهن فيها السيد الرئيس على وضع الاقتصاد الوطني على سكة الإنتاج والحفاظ على المكاسب الاجتماعية للمواطن. وفي عيد الاستقلال عيد للشباب، ثروة الوطن وقلبه النابض، عصب الاهتمام فتحت أمامه آفاق واسعة لإثبات الذات وولوج كافة الميادين عبر تسهيلات وإجراءات داعمة مكنت الكثير من الشباب من تحقيق طموحاتهم. إرادة من رئيس الجمهورية الذي رفع دائما من أجل مرافقة الكفاءات الشابة ومنحهم كل الثقة لمواصلة مسيرة التطور والتحديث وعدم الانصياع لخطاب التشاؤم والتيئيس. فحتى من هزموا أعتى قوة استعمارية بالأمس كانوا في العشرينات، وشباب جزائر اليوم قادر على رفع التحدي للحفاظ على الجزائر آمنة مستقرة تتحكم في سيادتها، تتقوى بوحدتها، وتفوت الفرصة على كل متربص بها.